خلال هذا ما يسمى الدورة اللي كانت اليوم، حاولت أنا ومجموعة من الرفاق أن ندخل الداخل، تم تصدينا من قبل ما يسمى حارس الأمن ومعه رجال القمع بين قوسين القوات المساعدة. في إطار عني أنا كنت مضون ندخل، تلهمهم هما يمنعوني، قلت له أنا الصيفة اللي تمنعني بها شني، قال لي أنت مالك مدعو، قلت له ذاك اللي دخل سابقي كانوا مدعو معي ما بغى يدخلني. مين هذا؟ لو كانت كراعي أنا الداخل عند الدفة. نتفاجأ لأنه الضابط المسؤول عنهم باللباس المدني، لباس المدني، أعطاهم الأوامر عنهم يدحوا يقفلوا الدفة على كراعي أنا. فبالتالي إلي كراعي أنا ما نعرف وأي دماء كانوا مصابين والله متدينين. عيطنا الأمبولانسية رعاية جات وهون حملوا مسيس لهم وهون أكدوا، لأنه هذا لا يزيدنا إلا صمودا. أنا متشبثين مطالبنا مهما كانت التضحيات، مهما كانت يعني حجم القمع، حجم ولا تشغل لا تنبيه، ولا تشغل لا تنبيه، علي الصوت علي الصوت.